حارس المولودية هو الآخر أكد أن التعادل خارج القواعد مهم من الناحية النفسية، وعن صده لركلة الجزاء قال لتيم أنه شعر بالذنب وهو الأمر الذي قاده للتركيز في صد ضربة الجزاء. ترى نقول لك التعادل هذا كما نقولوا شي حاجة كبيرة تما للفريق مولودية الجزائر، مليح لينا هنا بالمورال ان شاء الله. اتمنى التعادل هذا يعاود يخلينا نردوا الكونفيونس في روحنا ان شاء الله باش نربحوا المباراه القادمه ان شاء الله. اش راه نقول لك، انا درت هذاك الخطا هذاك تاع البينالتي كنت حاسب بذنب كبير تجاه تما صحابي اللي تما داروا كلش باش وانا نديروا بونيزيتا وللانصار تاعنا اللي تعبوا تما داروا طريق هذيك مالغري ما ناش منها والاخر وجاو. الحمد لله قعدت كونسونتري والحمد لله اللي وفقني ربي وكما نقولوا خليت المباراه في التعادل. ونزيدوا نطلبوا الشفاء لاجل ان شاء الله الانصار تاعنا اللي راهم كما نقولوا راهم في المستشفيات، ان شاء الله ربي يشفيهم ويوليوا العائله تاعهم ان شاء الله بألف خير. ونطلبوا السماح من الانصار تاعنا، رانا حاسين بالذنب تاع شغل، احنا حابين نفرحوهم يلا غالب ما هيش كاتبه ان شاء الله يا ربي من القدام نفرحوا معهم ان شاء الله.